يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: ما المراد بالحسنات التي يفعلها من عصى الله بكل جوارحه لتذهب سيئاته؟ الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، التكفير في الصغائر فقط. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الصغائر، وهذا في الصلوات الخمس. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه فعل مع امرأة لا تحل له كل شيء إلا الجماع، فهل له من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه حتى نزلت عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر، ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: هذه لي خاصة يا رسول الله أو للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، فالصلوات الخمس يكفر الله بها الذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. دل على أن التكفير للذنوب الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم.